سفاح النساء اللي اكتشف انه من مشاهير التيك توك وفيديوهاته بيشاهدها الملايين. من هو؟ السوشيال ميديا المصرية دلوقتي كلها بتتكلم عن سفاح التجمع الخامس. الموضوع انه بعد بلاغ بوجود جثث ثلاث فتيات على طريق الاسماعيلية بورسعيد الصحراوي، بدأت التحريات والتحقيقات لمعرفة من هو القاتل. وتبين ان الجاني شاب اسمه كريم، يبلغ من العمر 46 عام، هو من قام بقتل الثلاث فتيات. واتضح ايضا انه من مشاهير التيك توك اللي بيقدم محتوى لتعليم اللغة الانجليزية تحت حساب باسمه فونكس، اللي بيتابعه اكتر من 600,000 شخص، وبتوصل نسب فيديوهاته ل 4 مليون مشاهدة و 7 مليون لايك. المتهم اعترف اثناء التحقيقات انه بيمتلك غرفة عازلة للصوت في شقة بالتجمع الخامس، استدرك فيها الفتيات عن طريق السوشيال ميديا واقام معهم علاقة وهم مقيدي الايدي، بالاضافة انه اعتدى عليهم بالضرب بادوات حادة حتى الموت، بعد اجبارهم على تناول المخدرات عشان ما يحسوش بالالم، وبعدها يتخلص من الجثث في الصحراء بدون ما يحس اي حد. التحقيقات الى الان اثبتت كمان ان المتهم بيعاني من اضطرابات نفسيه دفعته انه يقتل الفتيات بالشكل ده، واكيد على السوشيال ميديا الموضوع مولع. هيبدا مع عبد الله. عبد الله علق وقال: عشان تعرفوا ان كان عندي حق لما حذرتكم من تيك توك وطلبت من كل اب وام بحذفه من موبايلات اولادكم وبناتكم. ايضا كان في تعليق من بهاء. بهاء قال: باعتباري معلم مطلوب دايما متابعة الآباء والأمهات لأولادهم وبناتهم والحوار معهم واحتضانهم وتوجيههم. فاطمة أخيرا علقت وقالت: التيك توك له تأثير سلبي على الصحة العقلية للمراهقين، وكل الدراسات أثبتت كده، وفي بعض الدول منعته من عندها. هيكون معانا عبر زوم من القاهرة سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع تيليجراف. أولا رحب بحضرتك يا أستاذ سامي معانا، وسحرك مباشرة، إيه آخر تطورات القضية وما هي آخر المعلومات المتاحة عنها؟ أهلا بكم وأهلا بكم كل مشاهدي مشهد في العالم العربي. يمكن آخر المعلومات إنه المتهم هو كان متزوج وانفصل عن زوجته وانفصل عنها بسبب خيانتها له، وهذه الخيانة موثقة، هو موثقها وطلق أم ابنه من 5 سنين بالضبط، فشافها مع رجال كتير، فربما تكون هذه هي الفك اللغز أو العقدة أو السبب الرئيسي للجريمة، وربما كان بينتقم من ضحاياه أو بينتقم من زوجته في هيئة أو طليقته في هيئة الضحايا اللي كان بيتعرف عليهم من خلال تيك توك، أو كان متواصل معهم أو شافهم في ملاهي ليلية واحد أو اثنين منهم من الضحايا من الأربعة حتى هذه اللحظة. فمسألة الكشف عن فكرة أنه انفصل عن زوجته من 5 سنين بسبب الخيانة وأقام ضدها دعوى زنا. المعلومة الثانية اللي حصلت النهاردة إنه جثمان أحد الضحايا ألقي على بجوار سور لنادي الأهلي، وهو طبعا واحد من أشهر الأندية الأفريقية، وسور النادي الأهلي في الفرع الجديد، فرع التجمع الخامس القريب من منزل المتهم. المعلومة الثالثة والأهم هي أن المتهم أثناء المعاينة التصويرية لجهات التحقيق نيابة عامة ومباحث كانوا قادوه من بورسعيد حيث محبسه إلى القاهرة في تحديدا في الأبطمية حيث مسكنه ومسرح الجريمة، وهناك قدر يغفلهم ويهرب بالعربية الأسبوع اللي فات، وأجهزة الأمن اشتغلت بقوة وجابته خلال ساعات معدودة، في أقل من ساعتين كانوا وصلوا له وقبضوا عليه من جديد. عدد الضحايا حتى هذه اللحظة 4 ضحايا، وربما في الأيام اللي جاية تظهر معلومات جديدة وضحايا جديدة. المتهم كان عنده أدوات تعذيب داخل هذه الغرفة اللي حضرتك أشرت إليها، كان في كرباج، كان في مقص، كان في مشرط جراحي. هذه الأدوات وهذه الأسلحة استخدمها في تعذيب وإنهاء حياة ضحايا. أسرة المتهم تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو كان عاش فترة طويلة من حياته في الولايات المتحدة هو وابنه لحد ما جاء القاهرة بعد الانفصال عن زوجته. المتهم مجدد حبسه 15 يوم بعد الحبس الأول اللي استمر
أربعة أيام، ولسه في استجواب وفي تحقيق من النيابة العامة، ربما يكون في ضحايا جدد لهذا المتهم لم يعلن عنها بعد، لأنه ما اعترفش بشكل مباشر من أول مرة أنه هو ارتكب أربع جرائم، ولكن اعترف تباعا بعد الموت. طب أستاذ سامي، بالنسبة هل كون واحد من مشاهير التيك توك ده يكون ساعده على ارتكاب هذه الجرائم، بمعنى ان هو شهرته الواسعة وقدرته على التواصل دي ساعدته ان ينفذ هذه الجرائم، في رأيك تكون عاملة ازاي؟ اكيد انه حسب التحقيقات الاولية والتحريات بيقول، التحقيقات بتقول والتحريات بتقول انه استغل التيك توك وكان بيتعرف على بعض الفتيات من خلال التيك توك ومن خلال الشهرة الواسعة اللي هو استغلها من خلال صفحته او موقعه على التيك توك، واشتغل من خلالها و يعني استدرج فتيات من خلالها، في بعض من ضحايا فتيات ليل هو تعرف عليهم من خلال ملاهي ليلية وما شابه، وتيك توك أكيد كان جزء وسبب رئيسي من اصطياد بعض الضحايا. تمام، شكرا جزيلا أستاذ سامي عبد الراضي من رئيس تحرير موقع تيليجراف على كم هذه المعلومات، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.